نضال السلمان من مركز البحرين لحقوق الإنسان. حضرت اليوم ندوة تكلمت فيها عن ما يحصل في البحرين من انتهاكات ضد المرأة وضد الطفل واستمراريتها حتى يومنا هذا. بما أنني قد حضرت الاجتماع السداو تكلمت عن الأكاذيب التي روجها النظام بعدم وجود مساجين في الوقت الحالي وعدم وجود مفصولات. تكلمت أيضا عن عدد المساجين الأطفال اللي هو كانوا 400 طفل في الوقت الحالي، بينما النظام يمنع الطفل من هو تحت 21 من التصويت، ولكنه في نفس الوقت يحكم الطفل بأحكام مؤبدة. حتى حاولت أن أوصل الموضوع المتعلق عن المرأة والطفل.